ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي العظيمة وأعضاء النادي الأهلي الكرام، مبروك لنا جميعا، مبروك لمصر، مبروك لانطلاقة قوية جدا داخل أرض الصعيد، مبروك الحقيقة لكل من ينتمي الحقيقة للصعيد وللنادي الأهلي. أعتقد حدث تاريخي كبير، انطلاقة بداية في إن شاء الله المزيد خلال الفترة الجاية في محافظات أخرى بإذن الله. النادي الأهلي الحقيقة عايز يروح لكل محافظة في مكانها، عايز يجتهد أنه يقدم مشروع مجتمعي قوي، اقتصادي استثماري قوي جدا لمصر ولشعب مصر. ده دور النادي الأهلي، دور النادي الأهلي الوطني، دور النادي الأهلي تجاه البلد، دور النادي الأهلي دايما أنه يدعم الشباب ويدعم الخدمة المجتمعية ويدعم الطموح المصري الحقيقة لمزيد من التجديد والتطوير. هو ده النادي الأهلي، وده الحقيقة يمكن الرسالة دي بقت موجودة في القيادة السياسية بقوة.